مش بالخواطر بتمشي الدول، الدول بتمشي بالسياسات وبالقوانين وبالعمل. إذن الأزمة اللي احنا فيها ديت ليها حلول؟ أكيد، بس صدقوني حلولها كلها بتعتمد علينا احنا، علينا كلنا. هقولكم على حاجة، كنا بنجيب 4.5 مليار دولار سيارات في السنة، بجيب 2 مليار وشوية دولار موبايل. أنا بقول الكلام ده، ما في الآخر أنت بتروح للبنوك أو للبنك المركزي وتقول أنا عايز أفتح عشان أجيب ده وأجيب ده وأجيب ده. إحنا بنتكلم في دولة دلوقتي بقت 106 مليون بالمناسبة. 106 مليون، مطلوب إن إحنا تبقى متوفر لها كل شيء. طب الكلام اللي أنا بقوله ده بقوله دلوقتي ليه؟ بقوله أولاً عشان أسجل احترامي للمصريين، والله أنا بحلف بالله، بحلف بالله وتقديري لهم، وأنا بقول فيها للمواطن الغلبان والبسيط قبل أي حد تاني، بسجل احترامي وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط قبل أي حد تاني في الظروف اللي احنا ماشيين فيها دي.